In a region where poetry is vital for expressing people's hopes, dreams, and frustrations, now it's used to taunt the regimes who refuse to see the writing on the wall, which is also poetry. سأمارس السحر الأسود وأقود ثورة بلادي. سئمنا من تشتتنا وكل الناس تتكتل. Poetry is also mass entertainment. Poets of Protest delves into the soul of the Middle East through its contemporary poets as they struggle to lead, to interpret, and to inspire. Hala Muhammad is one of Syria's most renowned poets. Now trapped in exile in Paris, her poems about loneliness, alienation, and grief express her fears for her homeland. أنتِ لازم تشوفي الهشاشة. أنا بشوف الإنسان دوره إنه يشوف هذا الشيء. يعني ما بس يشوف القوي. لأن أنا ما بعتقد في قوة أقوى من الابتسامة أبداً. ولا في قوة أقوى من الفراشة أبداً. أنا هالة محمد. أعطيكي فكرة عن حالي. لما طلعوا اللاجئين السوريين على تركيا وصار فيه أول مخيم لاجئين للسوريين أنا بشوفه بحياتي، كتبت قصيدة قالت الفراشة، هو حوار بين فراشة تركية تلتقي مع طفلة سورية على خط خيمة اللجوء. قالت الفراشة: من أنت؟ قالت اللاجئة: أنا. فأنا أنا كمان، يعني أنا أنا حالياً بالفترة اللي نحن عم نصور فيها، بإحساس بهالحالة العدم. أنا شاعرة، عندي 5 دواوين شعر. أنا أم، زوجة، أهم شيء بحب كون مواطنة سورية. إحنا أنا وحدة هاي. حالياً الفترة الانتقالية عم عيش بباريس. أنا شاعرة كسولة نوعاً ما، يعني رفضي للتقاليد خلاني أرفض يكون عندي طريقة عادات بكتابة الشعر. كثير في قصائد قلتها بالهوى وراحت. في قصائد بتلحقك 10 سنين فجأة بيصير انت مرغمة انك تكتبي القصيدة، فبتكتبيها وما فيك تعدلي اي كلمة فيها. يمكن عم بعمل هيك لانه انا بحب اعيش بطريقة الشعر. ويمكن الإنسان العربي بيكون عادة مقموع، فأنت ما بتتواصلي دايركت مع الآخر. إجا الشعر يمكن من رغبة بالتواصل مع الآخر. في دمشق، في دمشق، ليس بوسع إخوتي أن يبتعدوا قبل أن أجد إخوة بين البشر. ليس بوسع حبال الغسيل إن خلت من الثياب أن تخلو من زقزقة العصافير. ليس بوسع أمي أن ترحل قبل أن أصبح أما. في دمشق حين يكبر الناس يصيرون أجمل اختراع آخر للمقاومة. ما
بس بتعملي اختبارات مع الدنيا عبر قصائدك. الحرفية صايرة بطريقة التأمل، بالحساسية، بحساسية العيش، بحساسية الحياة. أنا كتبت قصائد كتير، كنت عم دور على تعريفي عن نفسي. هلا أنا هاد شي كتير شخصي، تركت سوريا بهاي الفترة لأنه طلع معي كانسير بالثدي. عم بتعالج هون. هو سليم، مانو مش صعب يعني، المراحل كتير 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 مبكرة، بس عندي فرصة اني اتعالج بباريس، عم بتعالج بباريس. لا احتمل هذه النافذة المفتوحة على الغربة، إنها كالجدار لا أرى منها شيئا. لا أحتمل هذه النافذة المفتوحة على الغربة، أبي مدير مدرسة ابتدائية، نحن أسرة كتير كبيرة، 9 إخوة بنات وشباب. كنا نتفرج على الصوبيا، نشعل الصوبيا الحطب ونقعد حوالين النار ونحكي. الشام أنا بالنسبة إلي إنه مكان يلي بينشو فيه أحبابي، هي الهوى يلي بتنفسوه الناس اللي بحبهم. بهالفترة عم حس غربة بكل مكان، ايه في حنين ليمكن ليوميات الحياة. هي فترة سوريا فيها ألم، ايه اكيد انا غريبة، بدي ضل طوف بالدنيا لحتى بس تستقر سوريا انا بقدر استقر. هي جمعة أخرى قد لا يهم رقمها في مسار الثورة السورية. حسب أولئك النشطاء فإن جمعة إضراب الكرامة هذه ليست إلا تحضيرا للإضراب العام الذي سيتوج خلال 6 مراحل بعصيان مدني. في كل البلدات عمليات قمع واسعة، قليلها فقط تمكن النشطاء من تصويره، وبينها اعتقالات ينفذها من يسمون الشبيحة. أما في حمص المدينة وريفها فالهجمة تشتد أكثر فأكثر. وقد سبق للمجلس الوطني السوري أن توقع إقدام نظام الأسد الابن على اقتحام كامل للمدينة وارتكاب مجزرة. مستحيل يعني، نحن شو دخلنا بهالعالم كل حروب هذا؟ يعني كل الشعوب هي شعوب سلمية، ما أنا شعوب عنيفة. شو ذنبهم الناس يعيشوا بهي الطريقه؟ لا، الشعوب كلها سلمية، بس بلحظه ممكن يصير في عندها حاله من العنف والهذا، بس ضد الظلم. ضد الظلم وفي سوريا عموما. اخي جمال، النظام حلمي لسوريا انه تتحقق الدولة الديمقراطية البرلمانية بنظام برلماني المواطن المتساوية، ونبدأ نبني سوريا كلنا سوا. انا ما بفهم كيف شعب بينقتل لأنه بيقول أنا بدي حريتي. ما بفهم. أنا ما عم بحكي سياسي، هذا أنا بشوفها هي بديهية. ما
الشعب السوري واحد. هذه قصيدة الشعب السوري نقطتين، القصيدة هي حرية. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله. وأطفال درعة بالبداية لما بالمدرسة قالوا شعارات ضد النظام واعتقلوا وقتلوا. هذا الشيء عمل لي صدمة فظيعة بأخلاقي الإنسانية، مثل ما عمل صدمة لكل السوريين أكيد. حتى لو كان هذا القاتل معه دكتوراه فهو بالتأكيد شخص أمي. أمي يعني أعمى البصيرة. منرجع لهي الفكرة الملكية الفظيعة، بحس إنه البلد له. بصدر عار تسقط الدفاتر. دروس التعبير والقراءة، سندويشات الخبز الطري، ومثلثات الجبنة الضاحكة، أقلام الرصاص تعاون الأهل على بريها في البيت، توضيبها في حقيبة المدرسة بالرصاص الحي تذوي. القاتل الأمي يلقن ابنه الحبيب درس التلوين بالأحمر في دفتر الرسم الشارع. عم بكتب شعر هون، بس الانسبيريشن جاي من شحنات سوريا ومن النوستالجي ومن ضرورة اني انا صوتي قول الرؤية الجمالية يلي انا بحب قولها. بشوفوا هذا ضرورة. هلأ صار عندي 4600 صديق. الجغرافيا مفتوحة على كل أنحاء الوطن العربي، على كل الأصدقاء بكل مكان. بالنسبة إلي كان تدريب حقيقي على الحوار الفيسبوك، إنه نحن ما في حياة سياسية عنا بالوطن العربي، ما في أي نوع من أنواع التبادل. هو أنت جهدك الفردي بتحطيه، بيصير في تواصل مع جهدك الفردي كمبدعة. انت جزء من مساهمتك بالحالة الجمالية للثورة ببلدك. الثورة هلأ عم بتعلمني بسوريا إنه لا بيترك أثر الشعر. شعارات التظاهرات السلمية اللي عم بيطلعوا فيها، طريقة تشكيلهم لجسدهم كيف واقفين بالتظاهرات وهن عم يموتوا عم يغنوا أو عم يتمايلوا أو عم يرفعوا لافتات سلمية. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله
أنا بقول يمكن هذا نوع، هذا كله مخزون الجمال يلي الإنسانية عطتها للإنسان. يعني المواد الفنية كلها يلي كانت مهمشتها مانعتها، هي صارت أحد أهم أشكال التعبير السلمي عن الثورة بسوريا. الشعب السوري ما بينذل. أنا برأيي أجمل قصيدة كتبت هذا العام. يعني تعرف سوريا عن طريق صورتها السياسية. هلأ لما بينحكى عن سوريا بينحكى عن الشعب السوري، هذا بحد ذاته إنجاز كبير. Poetry. So Hala will read one, Jolan will read one, Hala will read one, Jolan will read one. Okay. تركوا لنا الأرق وقوائم الأسماء غبارا لحسه الجوع عن أنوف الأحذية دروعا من حاويات القمامة نمورا على الأغطية في ليل الكروم. لا وقت للرياحين، القبور كأنها عابرة. ليس موتا هذا الموت، الأجساد ساخنة ضاحكة حارة حرة كأنها تحيا كأنها لا تموت. الطاغية يردي الموتى قبرا قبرا ينهي القبور كي لا يبقى احتمال قبر وحيد له. What attracts me is the warmth and the tenderness in the tone of Hala. She wants to be, I mean, as close as possible to the street and to how she will put herself in the place of the people in Syria, as the mother of the martyr, for example. For me, I mean, I think in a different way. أنا بس لما بيكون صوتي إنساني شعري بقوله بحرية. وقت اللي بقول الطاغية يردي القبور قبرا قبرا كي لا يبقى احتمال قبر وحيد له، ما بعتقد إني عم بلعب هيومانيتي هون. أنا عم ببحث عن عدالة. I'm not looking for playing humanity. لكن أنا بشوف دور الشعر أول شيء إنه يرجع شعر. الشعر هو لغة تشبه لون البحر الأزرق، تشبه صمت الأرض، هو لغة تانية بين هاي اللغات. طبعاً أنت ما شرط تدافعي عن العدالة بقصيدة سياسية، أنت ممكن تدافع عن العدالة بقصيدة حب. هي قصيدة الحب بتعمل أثر كثير حلو عند الآخر وبتنهض عنده حسه الجمالي. ثورية هي مهمته كشاعر. يمكن الشعر هو أداة عدالة. أنا بحبها كثير. أيوة ياس هلين. هاي المجموعة المختلفة اللي أسسنا مؤسسة نوريا.
Miss you. Can you shut up? Cher President. Bonsoir. نحن مجموعة سوريين أسسناها مع بعض الأصدقاء الفرنسيين إنه نشتغل على الثقافة البديلة. اشتغلي معهم هي والاقتراح الأول اللي عندي هو إنه نعمل فريق أبحاث فني وثقافي. أي خط بالنسبة لي هو مساعدة السوريين اللي مضطرين يكونوا هون. بشهر كانون الثاني هلا عندك لقاء مع رئيس جمعية اسمها لو فيستيفال دو مور اللي كل سنة بينتخب كلمة السنة. كلمة السنة الماضية كانت ارحل. واو. احتذاء بالثورات بالربيع العربي يعني. عندنا كونفرنس الجمعة الصبح معهم لحتى نحط البروغرام تبع حضورنا بالمهرجان. ديجاج. مفروض يصير تأسيس لحالة ثقافية عميقة واعية ما فيها إقصاء. فنوريا هي أحد المؤسسات يلي بتحب تشارك بهذا الطموح. لحد هلأ السلاح أقوى مننا. بس يمكن هو أسرع. بس بعتقد الشعر هو الأبقى. كتبت قصيدة حالياً كل روحي تجاه حبي لبلدي موجود بهاي القصيدة. كنت بعتقد إني كاتبتها عن الربيع السوري، لكن تفاجأت أنا وعم فكر إنه هاي القصيدة قادمة أيضاً من ربيع سنونه بيت طفولتي. وما يلحق يبني عش ويكون خلص الربيع وبده يهاجر. كنت كتير أزعل عليه. حس فترة إقامته قليلة. بتمنى تكون إقامتنا بربيعنا طويلة كتير. بحب إنه يوثق بالربيع السوري. أيها السنون الراحل عن ربيعنا، تمهل في بور الصوبيا الحطب الداخل إلى البيت. نسيت الصدى. أيها السنون تمهل. الريشة في النافذة زينا بها صورة الشهيد. فطار الموت من الصورة. أيها السنون تمهل. العش لمن يبنيه.